بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، وصلني فيديو ملخص هذا الفيديو كلمتين: جسدي حريتي. هناك بعض النساء الحقيقة ممن يسمون ناشطات أو مدافعات عن حقوق المرأة، أو قضية إعطاء المرأة حقوقها مساواتها مع الرجل إلى آخره، يطالبنا بضرورة أن يكون هناك علاقات مسموحة بالتراضي بين الرجل والمرأة، وأن هذه المرأة جسدها ملكها. الحقيقة أنا ضحكت عندما سمعت هذا الفيديو أيها الأحبة، سأقول لكم لماذا. أنت عندما يكون لديك غرض أو متاع ثمين جدا تخاف عليه، هل تضعه هكذا لعامة الناس أم تحافظ عليه وتضعه ضمن يعني مكان آمن خوفا عليه؟ عندما تدعو بعض النساء أو حتى بعض الرجال يدعون لضرورة أن تكون العلاقات بين الرجل والمرأة الرضائية طبعا بالنسبة للراشدين، أن تكون يعني علاقات جيدة وليس فيها مخاطر، ويمكن لأي شاب أو فتاة أن يقوموا بهذا العمل ما دام وفق رضاء الطرفين. أحبتي في الله، أنا أقول دائما القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يدعو لتحرر المرأة وإعطائها حقوقها، وأن يكون بالفعل جسد هذه المرأة ملكها هي وليس ملك الآخرين. هذه الدعوة أيها الأحبة دعوة لأن تجعل المرأة جسدها ملكا للآخرين. إذن عندما تقوم المرأة ببيع جسدها للآخرين، هل هذا حفاظ على المرأة أم أنه تدمير لنفسية المرأة؟ أنا اليوم أيها الأحبة لن أتحدث على ضوء القرآن والسنة، دعوني أتحدث على ضوء العلم والمصلحة الشخصية. أنت عندما تبيح لي شرب الخمر وتقول الخمر مسموح ويمكنك أن تشرب الخمر، ومنع الخمر هو تقييد للحرية الشخصية، طيب عندما سمحت لهذا الشاب الجاهل الذي هو ليس لديه معلومات طبية أن يشرب الخمر، ماذا فعلت به؟ أنت دمرت جسده بهذه الحرية الوهمية. الخمر أيها الأحبة حسب المجلة الطبية البريطانية في أبحاث حديثة جدا نشرت، يسبب 7 أنواع أساسية من السرطان، ويسبب تسمم للكبد، ويسبب مشاكل كثيرة ودائمة في الجملة العصبية. طيب أنت تعطي سم لهذا الشاب أو هذه الفتاة وتقول له هذه حرية شخصية، هذا خداع شخصي أيها الأحبة. أنا عندما أطلع على إحصائيات في أكثر الدول تقدما وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تطبق فيها قوانين العلمانية على أصولها كما يقال، عندما أطلع على إحصائيات وأجد أن ربع الفتيات في الجامعة تعرضن للاغتصاب والتحرش بسبب كشف هذا الجسد، وقتها أنا اسمحوا لي يعني يجب أن أدل هذا الشاب على الطريق الصحيح. يعني أنا بالنتيجة لنعتبر أن لدي إنسان مريض، أقول له دخن ليدمر قلبه مثلا، يعني لنفرض لدينا طبيب متخصص بأمراض القلب وأعطى نصيحة لإنسان مصاب بمرض أو حتى غير مصاب، سمح له بالتدخين،
ألا نقول إن هذا الطبيب جاهل؟ التدخين يسبب السرطان، سرطان الرئة بنسبة 100% أيها الأحبة، ويسبب مشاكل كثيرة. طيب هذا الطبيب مهمته ماذا أيها الأحبة؟ أن يمنع الشر. يعني أنا عندما أعلم أن الزنا وأن تبيع المرأة جسدها وأن تجعل جسدها تتصرف فيه كيفما تشاء مع الشباب مثلا أو مع شاب تحبه، عندما أعلم يقينا وحسب دراسات طبية أن هذا الأمر يؤدي لأمراض منقولة جنسيا بنسبة 100%، يعني لا تقول لي هناك عاهرة أو هناك إنسانة تمارس الجنس خارج إطار الزوجية ثم تقول لي لا تصاب بأمراض منقولة جنسيا، احتمال كبير أن تصاب. والدليل على ذلك الإحصائية التي تحدثنا عنها موجودة على الإنترنت، ثلث الشعب الأمريكي مصاب بأمراض منقولة جنسيا بسبب هذه الإباحية. إذن هذه دعوة أيها الأحبة ليس لحرية الجسد، أنا هكذا أراها علميا، أن أتحدث علميا، هي دعوة لتدمير الجسد. أنت أختي الفاضل أو أخي الفاضل، عندما تبيحين جسدك لأي شاب، هذا الشاب هل تعلمين مع من مارس الزنا أو الجنس قبلك؟ هل تعلمين أنه ربما يحمل الإيدز مثلا أو مرض جنسي معدي ولا يشعر؟ نحن نعلم أيها الأحبة أن مثل الفيروسات والبكتيريا المنقولة جنسيا هذه الأمراض أحيانا تكون داخل الرجل أو داخل المرأة وتبقى لسنوات ولا يشعر بها، ولكن هذه المرأة تنقلها للرجال. الفيروس موجود ولكن هي لا تشعر به، ولكن كل من يمارس معها تنقل له هذه الأمراض. طيب هل تريد أن تؤدي بهذه الفتاة إلى الأمراض الجنسية والموت أحيانا بسبب الإيدز؟ تريد أن تؤدي بهذا الشاب أن يكون هناك عملية حمل مثلا؟ الحمل يتطلب إجهاض أيها الأحبة، بالنسبة للفتيات العازبات أو ما يسمى في أمريكا unmarried mothers، الأمهات العازبات، يعني أم عازبة غير متزوجة بالإطار القانوني ولكنها حملت من الزنا، طبعا لا يسمونه زنا، يسمونه علاقات هكذا يعني اجتماعية. هذه المرأة تحمل من هذا الشاب وتبدأ المعاناة، تبدأ المعاناة. عملية الإجهاض فيها مخاطر كثيرة أيها الأحبة، اقرأوا على الإنترنت عن مخاطر عمليات الإجهاض وكم من إنسانة تعاني بسبب هذا الإجهاض. الشيء الثاني أحبتي في الله، هذا الإجهاض كم يكلف أي دولة ميزانية؟ كم يكلف؟ كثيرا. الشيء الآخر أحبتي في الله، الأمراض التي تحملها المرأة والرجل، هذا طبعا نتحدث من الناحية الفيزيولوجية، ولكن الناحية النفسية مدمرة أكثر، لأن المرأة خلقت لتكون لرجل واحد وليس لعدة رجال. هذه المرأة عندما أنا أقدم لها دراسات علمية موثوقة قامت بها جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد عن الفرق بين الزواج وبين الزنا، أن تعيش مع امرأة خارج إطار الزوجية له أضرار كثيرة علميا وطبيا. الزواج ينشط النظام المناعي للإنسان، الزواج أيها الأحبة يطيل العمر، الزواج يخلص الإنسان من الاكتئاب، الزوج والزوجة. فوائد كثيرة، اقرأوا عن فوائد الزواج، أنا لن يعني أتحدث، اقرأوا على مواقع جامعات عالمية ماذا وجدوا. طيب عندما يأتي الإسلام ليقول لك إذا أردت حياة صحية آمنة خالية من الأمراض عليك بالزواج، وعليك أيتها الفتاة بالحجاب، وأن لا تجعلي هذا الجسد رخيصا لكل من هب ودب، إنما هو لشخص واحد، هو
ضمن إطار الزوجية التي شرعها الله. معنى ذلك أن القرآن يحرص على الشاب والفتاة ويريد حمايتهما من الأمراض والمشاكل الجنسية والاجتماعية والطبية والنفسية. ولكن عندما يأتي بعض العلمانيين يقول لك هذا الشاب أو هذه الفتاة تستطيع أن تمارس أي شيء، هذه دعوة لتدمير نفسية هذه الفتاة. والدراسات العلمية أحبتي في الله تؤكد أن المرأة التي تمارس الجنس مع أكثر من رجل تكون محطمة من الناحية النفسية. لذلك أيها الأحبة، أنا سأختم بآية واحدة فقط أرجو أن نستمع إليها جيدا، أن الله يريد لنا الخير، لا يريد أن يقيد حريتنا، بالعكس الحرية أن تعيش حياة سليمة آمنة، هذه هي الحرية. قال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.